السلام عليكم. إن شاء الله هنتكلم عن مثال بسيط عن ويب سايت استخدام البي اتش بي. الأول ده جزء الفرونت إند، يعني ده شكل الويب سايت اللي أي حد فيكم هيعمله لو هو سلم الفرونت إند. بس عبارة عن شوية ملفات HTML، وفي عندنا CSS فولدر في ملف CSS واحد، بس ممكن يكون عندك أكتر من فايل، وفي عندنا فولدر فيه الصور بتاعة الويب سايت، ممكن يكون عندك جافا سكريبت برضه. فالأول ده شكل الويب سايت، هو مثال صغير جدا، هو عبارة بس عن ويب سايت عادي جدا. أول ما بنفتحه ممكن نعمل لوجن أو ريجستر فيه، سواء من هنا أو من الناف بار اللي موجود فوق. فمثلا لو ضغطنا على ده صفحة اللوجن وده صفحة الريجستر، في الريجستر اليوزر بيدخل البيانات بتاعته، بيكريت أكاونت، وبعد كده بعد كده ممكن يعمل لوجن من صفحة اللوجن. بعد كده المفروض بيفتح له الهوم بتاع الويب سايت. هو الويب سايت ما فيهوش أي حاجة، بس هو مجرد عبارة عن إن إحنا بنعرض بيانات اليوزرز اللي اتعملت وخلاص. البيانات يعني مجرد حاجات بسيطة جدا يعني. فهو هنا في صفحة الهوم بيشوف الأفيلابل يوزرز أو الناس اللي هم اتعمل لهم أكاونت، ولما بيعمل كليك على أي يوزر فيهم بيفتح البروفايل بتاعه، ولو ضغط على ماي بروفايل بيفتح البروفايل بتاع الشخص نفسه اللي هو اللي عامل لوجين. بيبقى فيه هنا الصورة بتاعة البروفايل، وهنا اسم الأكاونت والإيميل والأدرس مثلا أو أي بيانات، وهنا في فورم صغيرة لو هو عايز يغير البروفايل بيكتشر يعني. لو عمل كليك على الصورة برضو بيشوف الصورة بالحجم الطبيعي بتاعه. فهو ده بس الويب سايت. ممكن بعد كده يعمل لوج اوت، فهو مثال صغير جدا يعني، ولكن هو شامل معظم الأساسيات اللي احنا محتاجينها في أي ويب سايت باستخدام البي اتش بي. فأول حاجة احنا محتاجين نعمل داتابيز، فالداتابيز مش هيكون فيها غير تيبل واحد بس يخص اليوزرز، وكل يوزر هنخزن البيانات دي، النيم والأدرس بتاعه والإيميل والباسورد. وممكن كمان لو عايزين صورة البروفايل تبقى متغيرة، فهنحتاج كمان نخزن كولوم زيادة هنخزن فيه الباس بتاع صورة البروفايل. هذه دي البيانات اللي احنا هنخزنها. فأول حاجة محتاجين إن احنا نكريت الداتابيز،